السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم مره اخرى في قناه ديالي. اليوم غنعدل معكم هذه الخبيزات اللي كنتي بواحد الطريقه سهله، ولا تبعتوا معايا المراحل واخا ما تكونوش كتعرفوا تعجنوا. هذه تكون اول مره ان شاء الله باش تعجنوا في الدار تاكلوا الخبيزه ديالكم. نبداو على بركه الله. المقادير اللي غنحتاجو عندي هنايا كيلو ديال الطحين ابيض مع نص كيلو ديال الفينو ولا السميده رقيقه. غنحتاج مغرفه صغيره ديال السكر، مغرفه صغيره ديال الملح، واحد 25 غرام ديال الخميره ديال الخبز، يعني 25 غرام. الا ما كنتوش عارفين كانتيتي يعني نيشان، عملوا 25 غرام غبروها اولا عمروا واحد مغروفه كبيره، يعني مغروفه كافيه. وكنخلطوا هاد العجينه بالماء دافي، ما كنطلعوهاش خفيفه من الاول، يعني كنبداو نعجنوا حتى كتبدا تجمع لنا كامله. هاد المرحله الاولى يعني كنجمعوا العجينه وكندلكوها واحد جوج دقائق فقط، يعني جوج دقائق كافيه كنجمعوها، كنغطيوها ونخليوها ترتاح واحد ربع ساعه على الاقل ولا 20 دقيقه. انا هنايا من بعد ما كتعقلوا ديك 20 دقائق كما قلت لكم ضروري ندلكوها واحد 3 دقائق اخرين عاود باش الخبز تينا منفوشه، يعني بحال اللي دابا كتطلق راسها اختار العجينه كتزيد تطلق راسها، يعني كندلكها واحد ديال 3 دقائق جوج دقائق كما كتشوفوها هيدا على اللورنيه ماشي كنقرصوا ديك الخبيزات كاملين. هيدا واحد الملاحظه، يعني ضروري ملي نقرصوا وجهه نعملوه في القاع، هيدا ملي نخليوها ترتاح نعملو وجهها في القاع باش وجهها ما يتشرقش يبقى طيب. وكندقوا على ديك الخبيزات هيدا بالسميده وكنعدلهم في الصينيه اللي غيرتاحوا فيها عاود. دابا يعني العجينه خامره ما عتبقاش هي تخمر بزاف لان خمرت جوج مرات كما كتشوفوا. عندق على الخبيزه وغنخليها عاود تخمر. ما كندقوا عليها كامله كنخليوها ترتاح، كنغطيوها بسربيته ونخليوها ترتاح حتى كتخمر ونطيبوها. هي الخبز بعد ما طيبناها كتجي صراحه غزاله، كتجي منفوشه وسهله. لا تبعتوا هاد المراحل يعني عتعرفوا تعدوا الخبز وعتخرج لكم. كاين الناس اللي كيقولوا ما كتجينيش الخبز ما كتجينيش منفوشه، ولكن الا تبعتوا هاد المراحل هذه صراحه والله العظيم اللي عتجيكم منفوشه غزاله كما كتشوفوا. كلكم تخبعوها في الثلج الى شاطت، علاش لا، يعني الا جاتكم بزاف ولا عملوا كانتيت يعني كانتيتات ناقصه. نتمنى تكون عجبتكم هذه الطريقه ديال الخبز ديالي، ولا كنتي عمرك ما عدلتي الخبز علاش لا، هذه تكون المره الاولى ديالك. صراحه هذه الطريقه هذه واضحه بزاف وسهله وبسيطه، يعني علاش لا ما تعدلش تنتين الخبز بالدار ديالك مره مره كنتشهوها. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساش تخليوا واحد لايك الى عجبكم. شكرا بزاف على المشاركه ديالكم وعلى الدعم ديالكم، ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.